اغنية كتير نار برو. لا 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 هون بدنا زقفة لطارق. والجابني ما جاب غير صعب تشوف نهدي غير. قوي المدل كتير بتجنن والله العظيم كتير بتجنن. هو هذا المقطع اللي يعني انت بالبداية كنت مسفح بالاغنية بس هذا المقطع عطى تأثير تاني. ما جاب غير صعب تشوفني بغير انت تضيع تهاجري وانا البقية. خلينا نسمعكم تسريب الاغنية. ها تسريب الاغنية اسمعوا. سميتك بنت طلعي وطلعت الحقيرة قلبي كان يحميكي وقع في غلطة كبيرة. سميتك بنت طلعي وطلعت الحقيرة قلبي كان يحميكي وقع في غلطة كبيرة. بدنا نقول ألف شكر ألف شكر ألف شكر لفريق العمل اللي أقام على هذا العمل وشكر كتير كبير لطارق حسكي نمبر 1 وائل كمان للي أدى بهالعمل الرائع والجميل. يعني الأغنية كتير بتجنن أقسم بالله كمونتاج ككلمات كتصوير. طالما الكلمات طارق الحسكي إيلو إيد فيهم يعني مو 10 من 10 مليون من 10. أنا الأغنية عجبتني والله العظيم قسما بالله اليوم أكثر من 15 مرة سمعتها وحياة القرآن أكثر من 15 مرة اليوم سمعت أغنيتك يا وائل والله بيشهد علي. حبايبي القلبي بتمنى من هذا الفيديو نوصل لعشرين ألف مشترك رجاء رجاء نوصل لعشرين ألف مشترك لحتى نكفي رحلتنا للمية ألف لأنه حلم عم بسعى وراه وأنا عم غيب صح بس عم جهز شغلات. ما حدا بيعرف إنه عملت أغنية كلها بشغل إيدي أنا ما رحت عند حدا أبدا ما في غير شاب اسمه حيدر حراك.